طيب نتابع الآن هذه المشاهد لغارات إسرائيلية على الضاحية، ضاحية بيروت الجنوبية. الآن إذن ثلاث غارات إسرائيلية الآن على لبنان، على بيروت، على الضاحية الجنوبية تحديدا. نتابع هذه الصور، الصور مباشرة على شاشة الحدث. طيب دكتور خطار، عندما توصفون الحالة بهذا الشكل، أنت والكثير من المحللين، المعذرة وبين قوسين أو مئة قوس، توضعون في خانة بأنكم تدافعون عن إسرائيل. وهنا أسأل، أخذ منك تعليقا بسيطا وأذهب بنفس الفكرة للدكتور سمير. تفضل دكتور خطار. نعم، يعني هناك تغول لإسرائيل. إسرائيل عدو معروف، ولكن في النهاية هناك موازين قوة في الدنيا وهناك توريط. من أخذ قرار الحرب أو حرب إسناد غزة؟ أخذها حزب الله، لأنه اختطف قرار الحرب والسلم من الدولة اللبنانية، ولأن لبنان ألحق بالمحور الإيراني منذ 2006، وهذا بيت القصيد. الموقف الوطني لكل شخص هو موقف في البداية دفاعا عن بلده. وبالنسبة للقضايا العربية، عندما كنا ندافع عن القضية الفلسطينية كان الكثير من الناس لم يولدوا بعد، وحتى الآن البيت الفلسطيني هو الأولوية. وإذا كان هناك يوما من الأيام قرار فلسطيني المستقل هو الذي يستحق العناء. اسمح لي دكتور خطار، نعم اسمح لي، الأخبار العاجلة تفرض ذاتها، قصف على الضاحية الجنوبية، وكذلك هناك أصوات في البقاع بحسب زميلتنا لارا نبهان مفدد الحدث إلى هناك، وكذلك على ما يبدو بأن هذا الليل كسابقاته ليل طويل على اللبنانيين، على من يسكن هذه الجغرافيا. إذن غارات على الضاحية الجنوبية، وكذلك هناك صوت في البقاع وصف هذا الصوت بأنه مرعب ودخان أسود كثير. نحن نتابع مشاهدين الصورة بشكل مباشر الآن، سأعود إليكم بعد قليل دكتور سمير، أستاذ نظير، وكذلك الدكتور خطار، ولكن مضطرون لأن نتابع هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة الحدث. إذن غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان، وكذلك هناك أصوات في البقاع.